وأوصي جميع من تبلغه كلمة في هذا، أوصيهم بأن يعنوا بكتاب الله، فكتاب الله فيه الهدى والنور وهو الأصل لكل خير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى من يقرأ كتاب الله حفظا أو نظرا أن يعنى بهذا الكتاب العظيم، وأن يقبل عليه بكل قلبه دراسة وتدبرا وتعقلا في الأوقات المناسبة من ليله ونهاره وأوقات فراغه، حتى يستفيد من كلام ربه، وحتى يعلم مراد ربه، وحتى يعمل بذلك. يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلمين عامة وعلى العلماء خاصة وطلبة العلم أن يعنوا بالقرآن العظيم عناية خاصة تامة، تدبرا وتعقلا وإكثارا من تلاوته وطلبا للفائدة ثم العمل. وعند الإشكال يراجع العالم زميله ومن لديه فائدة في هذا، ويبحث معه فيما أشكل، ويراجع كتب التفسير المعروفة ففيها الخير الكثير كابن جرير والبغوي وابن كثير وغيرهم، يراجعها فيما أشكل ويستفيد في حل ما أشكل عليه، ويراجع الأدلة من الأحاديث إذا خفي عليه الأمر من الآية، ولا يتساهل. فالكتب بحمد الله ميسرة، والأدوات التي يستعان بها ميسرة من كتب الغريب وكتب اللغة وشروح الحديث ووصول الفقه ومصطلح الحديث وغير ذلك مما يحتاجه طالب العلم. ومن يقرأ القرآن وليس بعالم سوف يفتح الله عليه إذا تدبر وتعقل، وفي ذلك أيضا رقة لقلبه وقوة لإيمانه وتذكير له بالآخرة وبحق الله، فيزداد علما وهدى وتقوى، ولا يحرم من علم يستفيده وخير يصل إليه. ثم السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي الوحي الثاني وهي الأصل الثاني، من أنكرها كفر، من أنكرها وقال لا حاجة إليها هو كافر ضال في إجماع المسلمين. هي الأصل الثاني، أنزلها الله على نبيه لتفسير كتاب الله والدلالة على ما فيه ولبيان أحكام أخرى جاءت بها السنة. قال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله جعل نبيه مبينا للناس وموضحا لهم ما قد يخفى عليهم من كتاب الله. فالسنة تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه. فأوصي إخواني أهل العلم وطلبة العلم بالعناية بالسنة والحرص عليها ومراجعة متونها وأسانيدها والحرص على حفظ ما تيسر من ذلك. وأوصي أيضا بعملة الحديث وبلوغ المرام بحفظ هذين الكتابين، فإنهما مفيدان جدا ولا سيما في حق طالب العلم. هذا الكتابان لهما شأن، وإذا استطاع يحفظ منتقى الأخبار فذلك خير إلى خير ونور إلى نور. ولكن على الأقل عمدة الحديث للشيخ عبد الغني وبلوغ المرام للحافظ بن حجر، هذان الكتابان من أخصر الكتب ومن أنفع الكتب. فأنا أوصي إخواني بحفظهما والعناية بهما، لأنهما يعينان على فهم الكتاب وعلى ما جاء في السنة. ثم أوصي أيضا إخواني جميعا من الرجال والنساء، مع ما تقدم من العناية بكتاب الله والسنة، أوصي أيضا بسماع إذاعة القرآن، فإن بعض الناس قد لا يتيسر له القراءة وقد تكون قراءته ضعيفة، فينبغي أن يسمع قراءة القرآن من الإذاعة، ففيها خير كثير وفيها فائدة وفيها أحاديث دينية يستفيد منها طالب العلم
ويستفيد منها العامة والخاصة والرجال والنساء. فأنا أوصي بإذاعة القرآن والاشتغال بسماعها والاستفادة منها، كما أوصي أيضا ببرنامج نور على الدرب. برنامج نور على الدرب فيه جماعة من أهل العلم يسألون ويجيبون، فأنا أوصي بسماع هذا البرنامج والاستفادة منه، ولا سيما لعامة الرجال والنساء، فإن الفائدة من ذلك عظيمة. فإن المؤمن والمؤمنة يستفيدان من هذا البرنامج وهما على فراشهما وهما في مجلسهما وهما في سيارتهما، وهذه نعمة من نعم الله وفضل من الله، فينبغي يستغل هذا ويغتنم هذا. ولا أحب أن أطيل، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.